بسم الله الرحمن الرحيم. دونك تنظم هذا الحفل هذا احتفالا بالفوز ديال المستشفى الاقليمي ديال تارودانت بالرتبه الاولى في الجوده والرتبه الثانيه في الاداء ولا في الخدمات اللي كيعطيوها للمواطنين والساكنه ديال الاقليم ديال تارودانت. من هذا المنبر كنشكر جميع اللي حضروا معنا هذا الحفل هذا اللي كيبين الاهتمام ديالهم بقطاع الصحه والاعتراف بالخدمات اللي كيسديوها الاطر ديال الصحه. وكنشكر جميع المتدخلين من خارج قطاع الصحه او من داخل قطاع الصحه على المجهودات اللي كيبذلوا وعلى الدعم اللي كيعطيوه لوزاره الصحه لدعم الخدمات الصحيه للمواطنين والساكنه ديال الاقليم ديال تارودانت. وشكرا. خبر التتويج كان في الحقيقه منتظر لان الاقليم ديال تارودانت ولا المستشفى الاقليمي ديال تارودانت كان من بين المستشفيات القليله اللي كان كيشارك بصفه دوريه في هاد الدوره في الدورات ديال الجوده من طرف الوزاره، وكان حتى المرتبه الاولى في 2008 وبقى كيشارك في كل سنه، وكل سنه كنحللوا علاش ما نجحناش وعلاش نجحنا وكنزيدوا في التطور ديال الخدمات ديالنا وديال الاداء ديالنا. والحمد لله هاد العام في 2013 راه جاب الله الخير وتكلاسينا الاولين في الجوده والثاني في الاداء، وكان طمح ان العام الجاي بتضافر الجهود ديال الناس ديال الصحه وديال خارج الصحه باش يدعمونا باش ناديو خدمات صحيه، وبالتالي لان دوك الخدمات الصحيه هي اللي كتفوزنا بالجوائز. الحمد لله، الله يبارك فيكم.